قلق وارتباك، هكذا تبدو إسرائيل بعد مواقف نائب رئيس المكتب السياسي لحماس عبر الميادين. استنفر إعلامها، صحفها أفردت مساحاتها للتهديد بالحرب الشاملة، قنواتها تعمقت تحليلا بتمدد المقاومة في سائر مناطق الضفة الغربية، وحكومتها التأمت لتهديد العاروري شخصيا. هو يعرف جيدا لماذا هو وأصدقائه موجودون في المخبأ. سنتصدى بكل الوسائل لمحاولاتهم إنتاج الإرهاب ضدنا في الضفة وغزة وفي كل مكان آخر. من يحاول إلحاق الأذى بنا، من يمول ومن ينظم ومن يرسل الإرهاب ضد دولة إسرائيل دفع الثمن كاملا. في كل الأحوال لم يقدم نتنياهو أي جديد، فسياسة الاغتيالات هي سمة إسرائيل، لكن للإقدام على هذه الخطوات تبعات ستواجه بقوة وحزم كما تؤكد حماس. والأهم من الكلام هو هذه الصورة للعروري. أليست الصورة بألف كلمة؟ تكتفي حماس بذلك وتترك مجددا لتل أبيب التحليل في معناها. عموما تدرك إسرائيل جيدا أي تبعات قد يتركها اغتيال شخصية مثل صالح العروري من أبرز قادة حركة حماس وأحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري للحركة، ودوره لا ينتهي هنا بل هو أبعد وأبعد. أمام هذه المشهدية سنطرح سؤالين رئيسيين، أولا لماذا هذا القلق والإرباك في إسرائيل من مواقف العروري عبر الميادين، ثانيا أي معادلات جديدة تضعها تهديدات العروري لتل أبيب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدني أن أستضيف السيد عماد أبو عواد مدير مركز القدس للدراسات الإسرائيلية وهو معنا من رام الله. سيد عماد أهلا وسهلا بك معنا. لا شك أنه المواقف قوية للسيد العروري، لكن عندما يقول الإسرائيلي أنه هذه المواقف هي قاسية، هي بأي معنى تأتي هنا هذه القسوة؟ ما الذي أوجع فيها للإسرائيلي؟ تحياتي لك علا لجمهور المشاهدين. دعيني في البداية قبل أن أجيب على السؤال بأن هناك تحليل منذ فترة طويلة يناقش في مراكز البحث الإسرائيلية ويتحدث به الكثير من القيادات الإسرائيلية بأن مكمن الخطر الأهم النابع من صالح العروري بأنه استطاع أن يكون العنصر الأهم في محور المقاومة، واستطاع أن يكون الأكثر فاعلية في تجسير الخلافات وفي تقريب وجهات النظر ما بين حماس، حزب الله، إيران، لتتحول يعني أركان المحور إلى أكثر صلابة من ذي قبل، وبالتالي يتحدثون عن القدرات الشخصية للرجل بشكل مستمر. الآن بالتأكيد ما يتهم به العروري من قبل الاحتلال هو موجع. عمليا ساحة الضفة الغربية إذا ما أخذنا بالأرقام علا، عام 2015 كان معدل العمليات تقريبا كل ثلاثة أيام عملية، معدل الخسائر لدى الإسرائيليين كان قليل بشكل كبير. اليوم نتحدث عن عمليات قليلة العدد لكنها مؤثرة بشكل كبير للاحتلال. نتحدث عن 35 قتيل بين المستوطنين وهو الرقم الأعلى منذ انتهاء الانتفاضة الثانية. الاحتلال يتحدث على أن ما قام به العروري مؤخرا من دفع بالأموال ودفع بالسلاح وتقوية للمحور وعلاقات قوية في لبنان تساهم بتأسيس كذلك بنية عسكرية للقوى الفلسطينية هناك، كل ذلك بات يشكل خطر استراتيجي كبير على الاحتلال، خاصة أن إسرائيل عندما تدرس إمكانيات حماس وحزب الله مجتمعين تدرك تماما بأنهما يشكلان خطر حقيقي تصل درجة خطورته إلى ما يزيد عن 8 من 10 وفق التقديرات الإسرائيلية. بالتالي نتحدث عن باعتقاد تغير جوهري استراتيجي كبير لصالح المقاومة عموما. طيب هنا أسألك، يعني طبعا سمة الاحتلال هي الاغتيالات، لكن هذه المرة أن يكون هذا الرد بهذه القوة وهذا الوضوح وهذا المباشرة ليس فقط من السيد العروري بل من كل قيادات حماس، هنا أود الوقوف عند هذه القوة والمباشرة وأيضا الوضوح في المواقف من قبل السيد العروري. هنا كان يعني الحديث مباشرة وربط الاغتيالات بأنه ستفتح حرب إقليمية. كانت المعادلة قبل الحرب الإقليمية مربوطة بأي مساس بالأقصى، اليوم تنضم إليها الاغتيالات. هل هذا لأنه المحور الآن جاهز لهذه الحرب كما قال سيد العروري أنه كل المحور جاهز لها هذا فقط، أم لأنه في خطر فعلا مستشعر بأنه إسرائيل يعني في ذهاب بهذه الخطوة؟ لا، هناك قناعة لدى عموم الفلسطينيين ولدى محور المقاومة
بأنه ما يحدث خلال السنوات الأخيرة من تراكم للقوة لدى حماس وحزب الله، وكذلك الدعم الكبير الموجه لكلا الحركتين ولكلا التنظيمين من إيران، وهذا التوائم الكبير يشير إلى أن الاستعداد بات أكثر من أي وقت مضى. وإسرائيل على قناعة بأنه الحرب ليس مسألة، الحرب الإقليمية ليست مسألة هل ستحدث، إنما متى ستحدث هذه الحرب. وبالتالي أي حدث كبير من الممكن أن يفجر هذه الحرب إيمانا من الجميع، وعلى قاعدة أن هناك استعداد حقيقي من قبل الأطراف لخوض هذه الحرب. لكن الحديث بمنتهى الصراحة بأن المساس بالعروري سيؤدي إلى حرب إقليمية، هذا يعني بأنه ليس فقط حماس هي من تتوعد وتهدد، إنما أيضا حزب الله والمعادلة ككل تسير بهذا الاتجاه، وتعتبر أن المساس بالعروري هو مساس بمحور المقاومة ككل، الأمر الذي يستدعي ردا إقليميا أوسع من رد حركة حماس من قطاع غزة أو من الضفة الغربية. وإسرائيل تعي ذلك تماما، وربما يمكن القول بأن الاستعداد للحرب دائما يؤجل الحرب. إسرائيل اليوم مقتنعة بأنه ما لدى المقاومة في لبنان وفي قطاع غزة والقدرات اليوم التي تتراكم في الضفة الغربية تربك حسابات الاحتلال بشكل كبير، ما يدفع الاحتلال ربما للتخبط لأحيانا رفع السقف عاليا. طبعا هذا يستدعي في النهاية أن يحتاط كل قيادي في المقاومة العروري وغير العروري، لكن بالمجمل ما يمكن قوله بأنه رفع السقف التحدي من قبل المقاومة ليس شعارات إنما حقيقة تطبق على الأرض وجربت سابقا. طيب، عن واقعية هذه الخطوة أو إمكانيتها بالأحرى بالنسبة لهذا العدو، دعنا نقسم الساحات بداية. هل في يعني كيف يفكر اليوم بهذا الموضوع الإسرائيلي بمكان ما؟ يعني معروف أنه قد يلجأ الإسرائيلي إلى هكذا خطوات، هو له تاريخ طويل وباع طويل بموضوع الإبادة أو التوجه إلى القيادات أو حتى الاغتيالات. دعني أتحدث معك عن إمكانية الاستهداف بالساحة اللبنانية، بخصوصية الساحة اللبنانية، ونحن نعرف أن الساحة اللبنانية اليوم رفع فيها سماحة السيد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله معادلة فيما يتعلق بموضوع المساس بالقيادات. واقعية هذه الخطوة على الساحة اللبنانية، وهذا ما يعني أود قوله، بأنه إسرائيل تدرك تماما بأنه منذ العام 2006 انتهاء الحرب يعني اللبنانية الإسرائيلية بعد التفوق الكبير لحزب الله في تلك المعركة، كان هناك ارتباك إسرائيلي واضح، وكان هناك معادلة ثبتت على الأرض بأنه المساس بالأراضي اللبنانية بغض النظر من هو المستهدف على هذه الأراضي سيستدعي رد من قبل حزب الله، رد لبناني على الاختراق هذا. وهذا ما يجعل المعادلة معقدة بالنسبة للاحتلال. نعم هو احتلال غادر، احتلال في النهاية يسعى إلى تسجيل نقاط، وحكومة الاحتلال بشكل أو بآخر تريد الوصول إلى رأس قيادي، خاصة أنها في الآونة الأخيرة تشعر بأن أزمتها تتفاقم في الضفة الغربية، لكن هي مقتنعة تماما بأن استهداف العروري على سبيل المثال على الساحة اللبنانية، الرد من لبنان سيكون قبل الرد من قطاع غزة وقبل الرد من الضفة الغربية، ما يعني فتح كل الجبهات. وإذا ما أخذنا استراتيجية الاحتلال خلال الفترة الأخيرة وما كتبه كوخافي رئيس هيئة الأركان الأسبق، قال بأنه يجب أن نتجنب الحروب قدر الإمكان، وإذا فرضت علينا الحرب يجب أن تكون الحرب خاطفة وسريعة. مسألة خاطفة وسريعة لم يستطع الاحتلال مؤخرا أن يحدد معادلات الحرب. دعينا نتذكر حرب 2021 بدأتها المقاومة في قطاع غزة وأنهتها المقاومة في قطاع غزة، بمعنى أن المعادلات ككل الآن أمام الاحتلال تتغير بشكل كبير، الأمر الذي يعني بأن الاحتلال نعم لديه رغبة ولديه قدرة بالمناسبة، لكن هل حساباته ستسمح له الذهاب بهذا الاتجاه؟ القناعة الأكبر ربما أن الاحتلال سيتريث كثيرا وسيتردد كثيرا قبل الذهاب إلى هذا المنحنى، كون هذه الخطوة ستؤدي إلى إشعال المنطقة ككل، والجبهة الداخلية الإسرائيلية غير جاهزة، وإسرائيل تعاني من وأزمات داخلية تتفاقم بشكل مستمر. طيب، ولهذا السبب بمكان الاحتلال ذهب إلى شخصنة ربما اليوم هذا الموضوع والتركيز بشكل مباشر فقط على شخص السيد العروري، لأنه هي بحاجة ربما لهذا الإنجاز؟ التركيز على شخص العروري باعتقادي له شقين. الشق الأول، أصلا العروري نفسه لا ينكر بأنه يقف ويدعم و يؤيد ويعمل ليل نهار من أجل دعم المقاومة في الضفة الغربية، وهذا مشروع الرجل منذ سنة 1990 وليس يعني
طارئا على المقاومه ومؤسس لكتائب الشهيد عز الدين القسام في الضفه الغربيه. لكن عمليا الاحتلال في الضفه الغربيه يعاني ازمه حقيقيه بانه لم يستطع ايقاف المقاومه، وهذه الحكومه جاءت على برنامج بانها الاقوى في مواجهه بين قوسين الارهاب الفلسطيني وستقضي على المقاومه الفلسطينيه، لتتفاجأ بانه العمليات الفلسطينيه ازدادت وازدادت دقتها وازدادت قوتها وادت الى مقتل المزيد من المستوطنين واحرجت حكومه بنيامين نتنياهو اكثر واكثر. هذا الفشل الامني ككل يريد بنيامين نتنياهو ازاحه النظر عنه والذهاب باتجاه تحميل كل المسؤوليه للشيخ صالح العروري عما يحدث. ودعيني اقيل، اذا الشباك نفسه بقول بانه غالبيه العمليات وان كان نعم في الآونة الأخيرة من ينفذون العمليات هم من أبناء التنظيمات تحديدا في الآونة الأخيرة يعني حركة حماس، لكن هل هذا التنفيذ من الضرورة أن يكون مرتبط تنظيميا؟ الشباك نفسه ينفي، لأنه عمليا لو كان هناك ارتباط تنظيمي واضح مباشر كان هناك إمكانية للوصول إلى المنفذين أكثر سهولة بالنسبة للشباك الإسرائيلي. بالتالي هناك فشل أمني إسرائيلي في القدرة على إيقاف العمليات بالمطلق أو الحد منها حتى في الضفة الغربية. من هنا إسرائيل الآن تبحث عن يعني دعيني أقول ربما سلم لتقنع جمهورها بأنه لديها ما تقوله وستعمل على تحقيق هذا الهدف. منذ الحديث عن اغتيال الشيخ صالح العروري تقريبا الصحف الإسرائيلية أوقفت انتقاد الحكومة الإسرائيلية تحت عنوان أن الأمن الإسرائيلي استطاع الوصول إلى من يحرك الواقع في الضفة الغربية. أنا استمعت لعموس يدلين قبل أيام عندما قال بأنه المقاومة في الضفة الغربية عبارة عن سيارة يجب تعطيل محركها. المحرك الرئيسي لهذه المقاومة هي قطاع غزة ويعني لبنان صالح العروري. بالتالي كل يوم نسمع آراء مختلفة من هذا الاحتلال الذي يريد بالمجمل أن يوقف المقاومة في الضفة الغربية لكنه يعجز يوما بعد يوم. ابقى معنا سيد عماد أبو عواد. قبل استكمال الحوار نتوقف مع هذا العرض لأبرز ما قاله الإعلام الإسرائيلي بعد مقابلة نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العروري على شاشة الميادين. صحيفة يديعوت أحرنوت علقت قائلة إن مسؤول حماس الذي يمسك بالخيوط في الضفة الغربية صالح العروري هدد بأن الاغتيالات ستؤدي إلى حرب إقليمية، ووصف تصريحه في حواره مع الميادين بالقاسي مرجحة أن يكون بسبب الحديث عن احتمال اغتياله. وأضافت أنه بحسب مصادر أمنية فأن إسرائيل مهتمة باغتياله منذ فترة لكونه يحاول قيادة الانتفاضة في الضفة الغربية. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن العروري قوله إن تهديدات إسرائيل لا تخيف المقاومة وتحذيره من أنها إن عادت إلى سياسة الاغتيالات فستواجه حربا شاملة في الشرق الأوسط. حماس تعلن مسؤوليتها عن الهجوم في حوارة وهي في الواقع تلمح إلى أنها ذاهبة نحو الاهتمام وبذل الجهود أكثر لتوجيه الإرهاب في الضفة الغربية. صالح العروري يقول إن إسرائيل إذا عادت إلى سياسة الاغتيالات وإذا اغتالته هو وآخرين فإنها ستواجه حربا شاملة في الشرق الأوسط سيشارك فيها حزب الله وغزة. وتحت عنوان العروري في المهداف كتبت صحيفة زمان إسرائيل أن أسوأ ما في المقابلة من وجهة النظر الإسرائيلية هو الإشارة الصريحة إلى توحيد الساحات، كما قدم عبر الميادين تحليلا مثيرا للاهتمام قائلا إن الفشل سيكون مصير حكومة نتنياهو سموتريتش بن غفير كما فشل رابين وشارون. قناة كان الإسرائيلية ركزت على شخصية العروري وكلامه حول إشعال الضفة، بينما علقت القناة 12 على مواقفه من الأزمة الداخلية في إسرائيل. نائب قائد حماس صالح العروري يهدد إسرائيل بحرب شاملة ويحذر من أنها حتمية. إنه شخصية أساسية في حماس ويحاول إشعال الضفة الغربية بكل الطرق. وعندما تتحدث إسرائيل عن إلحاق الأذى بمرسلي المخربين فإن المقصود الأساسي هو العروري. اليوم سمعنا تحذيرات من هذا النوع بما فيها تهديد بحرب شاملة على كل الجبهات إذا قامت إسرائيل بذلك. انتبهوا إلى الربط المهم حول الأزمة الداخلية في إسرائيل الذي قام به اليوم الهدف الرقم واحد في حماس صالح العروري. أعود إليك سيد عماد أبو عواد، يعني ربما إلى نقطة ذكرتها أو كنت بديت فيها عندما تقول إسرائيل أنه عن السيد صالح العروري أنه يحرك كل شيء في الضفة الغربية وهو على مقعده في بيروت، والإشارة الدائمة إلى أن الرجل على مقربة كبيرة جدا من حزب الله وإيران. أي خطر بات يشكل صالح العروري على إسرائيل أمام هذا الاعتراف؟
نعم، ودعيني يعني في هذه النقطة تحديدا، إسرائيل كانت على قناعة أنه محور المقاومة قبل 5 سنوات على سبيل المثال لم يكن مترابطا إلى الحد البعيد، حتى العلاقات الداخلية كان يشوبها بعض الشكوك، ودعيني أكون أكثر صراحة، حتى أتباع المحور من هنا ومن هناك كان لديهم هذه القناعة. مع دخول صالح العروري بقوة على الخط ازدادت القناعات الداخلية وازدادت القناعات الخارجية بأنه محور المقاومة بالفعل محور استراتيجي وليس محور تكتيكي، متماسك إلى الحد البعيد ولديه رؤية واضحة المعالم، وهذا ربما ما فسر ازدياد قدرة صالح العروري على دعم المقاومة في الضفة الغربية، لأنه الإيمان بالفكرة والقناعة بأن هناك علاقات استراتيجية حقيقية سيولد المزيد من الدعم، المزيد من التخطيط، المزيد من العمل الدؤوب من أجل الوصول إلى الهدف. وبالتالي عندما تراقب إسرائيل هذه الحالة وترى بأن المقاومة في الضفة الغربية تفعل بشكل مستمر بالسلاح بالمال وأيضا بالرؤية الاستراتيجية العميقة وأن يقف خلفها الرجل رقم واحد في المقاومة في الضفة الغربية، لأنه عمليا هو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الضفة الغربية ونائب الرئيس رئيس المكتب السياسي ككل الحركة، هذا يشكل صورة كبيرة وربما دعيني أقول سابقة صريحة أن يكون هذا المستوى السياسي بهذه القناعة وهذا العمل المستمر. عادة من كان يقف خلف الأعمال العسكرية يعني ما ليس لهم ارتباط مباشر بالمكتب السياسي، أما أن يكون رأس المكتب السياسي في الضفة هو الذي يعمل هذا يشكل بطبيعة الحال خطورة، لأنه كل تحته سيصبون جهدهم في هذا الاتجاه. الصورة العسكرية اللي نشرت للسيد العروري برأيك ماذا تحمل من رد واضح وأمامه سلاحه طبعا وهو بالبدلة العسكرية؟ الاستعداد، يعني هذه الصورة مليئة بالاستعداد، بأنه أولا العروري لا يخاف تهديدات الاحتلال، وهو أشار بأنه يعني كان يتوقع أن يكون شهيدا منذ فترة طويلة، وتشير الصورة أيضا بأنه الأمور لن تكون كما يتمناها الاحتلال وبأن الأمور ستكون أكثر اشتعالا، وخاصة أن الإعلام العبري ركز كثيرا على هذه الصورة، وربما هي الصورة تداولا اليوم سواء في مواقع السوشيال ميديا الفلسطينية أو حتى لدى مواقع الاحتلال العبرية، وفي هذا إشارة واضحة بأن التهديدات ستزيد من عزم حماس وعزم المقاومة على ضرورة الاستمرار والعمل بشكل دؤوب وبشكل أكثر قدرة من أجل تثبيت وترسيخ المعادلة في الضفة الغربية. طيب، حرب الصورة والحرب النفسية وحرب المواقف والتصعيد بها من قبل السيد صالح العروري وكل قيادات المقاومة حقيقة، برأيك أي انعكاسات سيكون له على الأرض وفي الميدان تحديدا وبالضفة؟ نحن سنشهد ماذا؟ المزيد من العمليات أم العكس؟ بظني نعم، الضفة الغربية تسير باتجاه المزيد من العمليات. تقرير حتى الشباك الأخير قبل نحو 6 أيام من اليوم أشار ورفع هذا الكتاب لبنيامين نتنياهو قبل اجتماع الكابينت الأخير، وقال الأرضية في الضفة الغربية تؤسس للمزيد من العمليات ضد الاحتلال بشكل مكثف وبشكل كبير، ويشير الشباك أيضا بأنه الجزء الأكبر من منفذي العمليات هم خارج الرادار الإسرائيلي، بمعنى ليس لديهم إسباقيات أمنية وبالتالي يمكن للاحتلال أن يتتبعهم. دعيني أضرب مثال، عندما أراد الاحتلال أن يقوم بردة فعل على العمليات قام باعتقال النشطاء السابقين للفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية، عمليا غالبية هؤلاء النشطاء نشاطهم كان سابق وتاريخهم معروف، وبالتالي هم ليسوا عنصرا أساسيا في المقاومة اليوم في الضفة الغربية. عمليا الذين يقومون بالعمل المستمر المكثف في الضفة هم الجيل الجديد الذين يبدعون في هذا الاتجاه. طيب سيد عماد، إذا ما نظرنا إلى مواقف قيادات حماس، السيد محمود الزهار قال أنه الاغتيالات ستقابل بالصواريخ والرد الذي سيتجاوز ما جرى في معركة سيف القدس، والقيادي إسماعيل رضوان قال الرد على نتنياهو ردا على نتنياهو بتهديداته أنه الرد سيكون غير مسبوق. أي شكل نتوقع أن نكون أمامه في موضوع الرد في حال يعني نشرت إسرائيل إلى الاغتيالات؟ السيناريو الإسرائيلي العلى لهذا الرد وما كتب بعد حرب سيف القدس، قالت إسرائيل وفي معهد دراسات الأمن القومي كتب عن هذه النقطة تحديدا بأنه إذا بدأت المقاومة حربا قادمة على إسرائيل فإن نقطة البداية ستكون تل أفيف، بمعنى
في الحروب السابقة تعودنا أن قصف تل أبيب يعني كان ربما له أبعاد استراتيجية. حرب 2021 كان قصف تل أبيب بشكل مستمر ودون يعني تردد. تشير إسرائيل بأن المرحلة القادمة ستكون البداية تل أبيب، وستقوم حماس والمقاومة بقصف مناطق أبعد من ذلك. وتشير يعني الدراسات نفسها والتحقيقات والتقارير الإسرائيلية بأنه ما لدى المقاومة اليوم في قطاع غزة كبير، وبأنها استطاعت يعني في قصف لمواقع معينة. تم تحديد مواقع معينة أم القصف المعتاد؟ في تفاصيل أكثر؟ لا. تتحدث عن أن نقطة البداية ستكون تل أبيب، وستقوم حماس قصف المدن أبعد من ذلك. ودعيني أشير بأنه عندما نتحدث عن منطقة جوش دان وأبعد من ذلك، نحن نتحدث عن 70% من السكان اليهود في فلسطين التاريخية، وبالتالي لهذا يكون تداعيات كبيرة على وعلى استمرار الحالة في الضفة الغربية.